اسم الدرس أرسم صورة شكل على الشبكة باستعمال التناظر المحوري أستحضر أولاً قصر الغول الذي اقتحمه علي بن السلطان ليخلص الأميرة ممثل على الشبكة بالمضلع أ با ب جيم أحدد إحداثيات رؤوسه الإجابة إحداثيات رؤوس المضلع ألف باء جيم هي كالآتي ألف سبعة ألف سبعة شين باء ثلاثة ألف سبعة شين جيم ستة ألف أربعة شين أستكشف ثانياً قصر الغول مصحور يمكن أن يرى له الإنسان صورتين في موقعين آخرين على الشبكة إذا طوينا الشبكة حسب المحور الأفقي ينطبق تمثيل القصر على إحدى الصورتين ألف أرسم الصورة الأولى للقصر وأرمز إليها بألف واحد باء واحد جيم واحد الإجابة قبل رسم الصورة دعوني أبين لكم المحورين أولا لذا سأقوم بمنح محور التناظر الأفقي باللون الأحمر والعمودي باللون الأخضر كالآتي والمطلوب منا الآن هو رسم الصورة الأولى للقصر وأن نرمز إليها بألف واحد باء واحد جيم واحد وذلك وفقا لمحور التناظر الافقي وذلك بعد طي الورقه مثل ما جاء في المعطى لنتحصل بعد ذلك على الشكل التالي باء ما هي احداثيات هذه الصوره الإجابة إحداثيات صورة القصر كالآتي ألف واحد سبعة عشرين سبعة واو باء واحد سبعة عشرين ثلاثة واو جيم واحد أربعة عشرين ستة واو جيم أقارن الشكلين الإجابة في الإحداثيات الجديدة للعقد لم نغير إلا أ ب الأمام بالوراء لأن المثلث كان أمامي وأصبح ورائي د أتم تعمير الجدول التالي إحداثيات رؤوس الأصل أ باء جيم إحداثيات رؤوس الصورة ألف واحد باء واحد جيم واحد الإجابة إحداثيات رؤوس الأصل ألف سبعة عشرين سبعة ألف باء أربعة عشرين ستة ألف جيم سبعة عشرين ثلاثة ألف إحداثيات رؤوس الصورة ألف واحد سبعة عشرين سبعة واو باء واحد أربعة عشرين ستة واو جيم واحد سبعة عشرين ثلاثة واو ألاحظ وأستنتج الاجابه كل عقده محدده لراس من رؤوس الشكل الاول ونظيرتها لهما نفس البعد عن محور التناظر د الصوره الثانيه للقصر مناظره للاصل حسب المحور الثاني للشبكه ارسم هذه الصوره الإجابة في هذه الحالة سنعتمد على المحور التناظري العمودي المبين بالأخضر بالتالي سنغير شين ب ياء الشمال بالوراء لأن المثلث كان شمالي وسيصبح يميني إحداثياتها كالآتي ألف اثنان سبعة ألف سبعة ياء باء اثنان ثلاثة ألف سبعة ياء جيم اثنان ستة ألف أربعة ياء أتدرب ثالثا ألاحظ الشبكة الموالية أرسم العقدة قاف واحد المناظرة للعقدة قاف وفق المحور الأفقي الإجابة لرسم العقده قاف واحد ننظر في احداثيات العقده قاف ونبدل واو ب ا الوراء بالامام لانها ستتخذ الجهه اليمينيه الاماميه كموضع جديد لها باعتبار المحور الافقي هو محور تناظرها إحداثيات العقدة قاف سبعة ياء أربعة واو إذن إحداثيات العقدة قاف واحد سبعة ياء أربعة ألف أرسم قطعة المستقيم س واحد ص واحد المناظرة لقطعة المستقيم س ص وفق المحور العمودي وأبين لأصدقائي كيف توصلت إلى ذلك؟ الإجابة لرسم قطعة المستقيم سين واحد صاد واحد المناظرة لقطعة المستقيم س ص وفق المحور العمودي ننظر في إحداثيات النقطة س والنقطة ص لقطعة المستقيم ونبدل ياء بشين اليمين بالشمال إحداثيات س وص س أربعة ألف اثنان ياء صاد تسعة ألف ثمانية ياء إذا إحداثيات سين واحد وصاد واحد سين واحد أربعة ألف اثنان شين صاد واحد تسعة ألف ثمانية ياء رابعا ألاحظ الشبكة الموالية أرسم الشكل المناظر للشكل الأول وفقا للمحور الأفقي الاجابه بالاعتماد على التمشيات السابقه اقوم بالنظر في احداثيات رؤوس الشكل الاول واحرص على تغيير ا بواو لكل الاحداثيات لتصبح صوره الشكل الاول في جهه الشمال وراء نظرا لمحور التناظر الافقي ويصبح الشكل كالاتي اقوم بنفس العمل بالنسبه الى الشكل الثاني الاجابه مثل ما فعلنا مع الشكل الاول نفعل مع الثاني لنتحصل على الرسم التالي خامسا ألاحظ الشبكة التالية أرسم الشكل المناظر للمضلع أ ب ج د هاء وفقا للمحور العمودي الإجابة نقوم برسم ألف واحد باء واحد جيم واحد دال واحد هاء واحد صورة المضلع ألف باء جيم دال هاء أقوم بنفس العمل بالنسبة إلى المضلع سين صاد واو قاف فاء نون الاجابه نقوم برسم س واحد ص واحد واو واحد قاف واحد فاء واحد ن واحد سوره المضلع س ص واو قاف فاء ن اوظف سادسا هذه اشكال هندسيه ألف ابحث عن محور التناظر في كل منها ان وجدت الاجابه سنقوم برسم المحور العمودي بالاخضر والمحور الافقي بالاحمر باء الاحظ واستنتج الاجابه نلاحظ ان الاشكال ليست جميعها تحتوي على محور تناظر فمنها ما يمكن رسمه باعتماد محورين واحد عمودي والاخر افقي وبعض منها يمكن رسمه من خلال محور عمودي فقط كالمثلث والبعض الاخر ليس به اي محور تناظر كمتوازي الأضلاع سابعاً بهذه الوضعية رسم واحد يتوفر فيه التناظر وفقاً للمحور الأحمر أذكره الإجابة الرسم باء هو الذي يتوفر فيه التناظر نظرا لحفاظه على نفس البعد على المحور التناظري ثامنا ألاحظ الصورة أبحث عن محاور التناظر فيها الإجابة: يوجد محوران تناظريان يمكن الاعتماد عليهما لرسم الصورة السابقة، الأول عمودي لرسم النصف الآخر للمسجد، ومحور أفقي لرسم صورة المسجد بأكمله. تاسعاً: تريد أمل أن تواصل تطريز غطاء مكتبها بثلاثة أشكال أخرى لتتحصل على اربعه اشكال كل منها مناظر لاخر حسب احد محوري التناظر في شكل الغطاء اتم رسم الاشكال التي ستحصل عليها امل في اماكنها من غطاء المكتب الاجابه